مساء الخير سعادة النائب حبيب قلبنا طوني فرنجية، ومساء الخير للحضور. أنا عندي سؤال الليلي. أنا موتوني هالجمعة وأحيوني كذا مرة ويرجع موتوني كذا مرة، وانتشرت على جميع وسائل التواصل الاجتماعي. فمهم أنه الإنسان يعني اللي مثلي أنا، شو ممكن تنصحني أو تساعدني أني أنا أخلص من هالإشاعات هدولي اللي هني كذب بكذب كانوا؟ الفنانة الكبيرة سميرة توفيق بنوجه لها تحية كتير كبيرة، وهي بتحبك كتير وحبت تطرح عليك سؤال استثنائي، وهيدا السؤال الأول لليلة. أنا كيف تنصحها تتخطى هالشائعات؟ أنا بتصور إنه أصلاً هي الفنانة سميرة توفيق أكبر بكتير من أي إشاعة، من إنه طال أي إشاعة، وأنا بنصحها إنه هي ما تعمل أي ردة فعل، لأنه تصور الجمهور اللبناني واللبنانيين كلهم بيقدروها لشو هي، بيقدروا فنها ومنن حينجروا وراء أي شائعة من هيدا النوع. بقى أنا بقدر إلا إنه هي خليها تضلها أعلى من كل هيدي الشائعات، وأعلى من بعض الناس يلي بيفوتوا على السوشيال ميديا أو بيحكوا عليها أو يجربوا يشتموا الناس بهيك بطريقة أو يفتروا على الناس أو يتعدوا على الناس. حافظ لها شي غنية؟ شو؟ هيديك المرة سمعوني غنية لألا، ما هي كانت غنية، بعرف أكثر غنية لألا يعني من بيروت لجونة. بتسمعنا إياها؟ لا. ليه؟ بونسوار، أنا ناسي عجرم، خبروني إنك بتحبني كتير، بس أنت ما بتعرف إنه أنا كمان بحبك كتير. بس هيدا ما بيلغي سؤالي لإلك الليلة. سؤالي هو، بما إنه أنت من الجنراسيون السياسيين الجديد والجن اللي نحنا منحبهم وعنا أمل كبير فيهم، بحب أعرف منك شو رأيك بأداء السياسيين اللي مرقوا من 30 سنة لهلأ، وصف لي إياهم بكلمة أو بجملة إذا بدك. النجمة نانسي عجرم، شكرا كثير لسؤالك، مجالك تحية كثير كبيرة. قبل ما تجاوب على السؤال، أول شيء بدي أسقفي على الإحراج بسؤالها. أحرجك سؤالها؟ لا، ما احرجني سؤالها، بس اليوم ما فينا نعمم على كل السياسيين، وغلط اليوم يلي عم نشوفه التعميم على كل السياسيين بالممارسه يلي شهدناها على 30 سنه. ما فينا نطلع على النتيجه ونقول كل السياسيين بدنا نوصفهم بجمله وحده. في سياسيين خدموا البلد، في سياسيين كانوا ضروره بمرحله معينه من تاريخ هيدا البلد، وانا بدي اطلع من هون محافظ على اصحابي ومحافظ على الكل. في شيء تاني ما راح قلكم. خبروني بتحبها كثير لنانسي عجرم. بدنا نقصم السياسيين قسمين كمان باخر 30 سنه، يعني كمان هيدا خطا شائع، ولكن من سنه ال 90 لل 2005 كان في سياسيين ما كانوا موجودين معنا بعد ال 2005، وكان في سياسيين وجدوا بالحياه السياسيه من ال 2005 لليوم كمان ما كانوا موجودين من ال 90 لل 2005. السياسيين الليلة واليوم من وحي أغاني نانسي هن شخبط شخبيط، ولا بدنا نولع الجو؟ ها نولع الجو. مساء الخير لكم، مساء الخير توني بيك الأخ العزيز الغالي المحب. بدي أقول قد إيه نحن بحاجة بلبنان بالمجلس النيابي بمجلس الوزراء لشباب مثل توني بيك، افكار جديده، رؤيه جديده، خاصه موضوع الاقتصاد اللي هو اختصاصه كمان. قالوا لي اسالك سؤال يكون محرج، بس ما حيكون محرج، حقلك سؤال. في حال كنت اليوم على علاقه مع صبيه وطلبت منك الزواج، شو بيكون رده فعلك؟ شو جوابك؟ بحبك كثير وموفق اليوم، وموفق دائما بكل شيء عم تقدمه. ينعاد عليكم بالصحة والسلامة. شكرا اكيد للنجم عاصي الحلاني.
اذا طلبت منك هي الصبيه الزواج بقول لها نعم. مين مكاني؟ بس انا بس بدي هل قد هنا؟ بدي وجه له تحيه للاخ والصديق عاصي الحلاني يلي هو انا بعتبره فارس ورمز الغناء العربي والصوت العربي، ولكن بنفس الوقت هو رمز للوطنية، لأنه أنا فعلا بعتبر هذا الإنسان بيتميز بوطنية عالية جدا. ونحن كمان كمان بلبنان بحاجة ليكون عندنا أشخاص أكثر قدوة بالمجتمع مثل عاصي الحلاني. طيب جوابا عن سؤاله عن جد، إذا طلبت منك صبية الزواج شو؟ تقبل دغري؟ جاوبتك حال إيه؟ لكن رح نبلش ناخذ طلباتكم على هاشتاج منا وجرب العربي.